السلام عليكم لا فامي، جيسبر كو فوز الي بيان. المهم الحمد لله، امور لاباس واضحه بيدك. المهم اليوم غادي نوريكم واحد السموسي، غتشوفوا معايا واحد السموسي وواحد اكس اكس ال تاكوس دي في ميزون 100% غير لي تورتيه، ماشي في ميزون، دونك 90% اون فا دير. بون دابا بغيت تشوفوا معايا هاد السموسي هذا وهاد التاكوس، بقاو معايا وشوفوا شنو غادي كيفاش نوريكم وكيفاش باش هيكون هاد السموسي هذا. ديجا عملو بسموسي عادي باش نشوفوا التاكوس، بقاو معنا لا فامي. بون لا فامي، هنا عندنا واحد بول ديال الفرومواز، ميرسي دو لي حليب، وهنا عندنا سيترون حامض ولي فريز. دابا على قبل لي تاكوس عندنا لي فريت في ميزون، لي صوص او شوا، كل واحد اللي كيعجبو نتوما عارفين. هنا بولي ماريني سوتي، هنا لي شامبينيون، وعندي هاد لي توف دو شيدار. المهم نبداو دابا لي صوص ديالي انا هو صوص ماروكان، الجيريان، صوص بيرنيس. لا ندير البولي Let the sun.
تاكوس دابا غادي يطيب وغادي نوري لكم كيفاش كيجي. المهم لا فامي لا فان ديال دو سات فيديو لا عندنا هذا العصير اللي درنا اللي وريتكم كيجي بحال هكا لي ميرتي فرومبواز فريز سيترون اي دو لي الحليب ونا بيزوان دي فيتامين خاصنا لي فيتامين في هذا رمضان خصوصا في هذا رمضان خاصنا لي فيتامين يكونوا مزيانين باش تقوي المناعة وتحيد كورونا وهذا هو التاكوس اللي درنا التاكوس الكبير XXL هو هذا. المهم قطع لكم باش نوريكم الداخل كيفاش كيجي. هذا هو الداخل كيفاش كيجي بحال هكا. هنايا لي فريت لي فريت غير باش نقول لكم راني مارينيتهم في العطريه تحميره البزار وداك الشيء اللي راكم عارفين زيت العود كندير الزيت العاديه. وهنا عندنا الدجاج هو داك الشيء اللي كما شفتو درت. المهم هذا هو التاكوس نتمنى تكونوا تجربوه وتقولوا لينا حتى نتوما كيفاش يجيكم. ايوا تبقاو على خير و الى فيديو قادم ان شاء الله. يلا على بروشين لا فامي.